مساء الخير مشاهدينا، برحب بحضراتكم في هذه الحلقة المختلفة العظيمة. شعور بالفخر يملأني كما يملأ حضراتكم تماما. مصر أتت أولا ثم أتى التاريخ، عبارة الجميع والعالم كله يشهد بها اليوم. أصبحت شوارع القاهرة متحف مفتوح يمر منه التاريخ، وينتظر ويشاهد العالم تاريخ وهو يمر من شوارع القاهرة. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم متحف الحضارة بالفسطاط، والذي ينتظر أو وصله الآن بالفعل يعني 22 موميا ملكية، منهم 18 موميا لرئيس أو لفرعون مصري وأربعة لملكات مصريات. العالم كله يشاهد هذا الحدث الجلل، العالم كله يشاهد حضارة مصر القديمة وحضارة الأحفاد اللي بتجلد بتظهر بكل فخر حضارة مصر الحديثة. أن يكون الرئيس اليوم في هذا الافتتاح العظيم يستقبل ملوك العصور القديمة، ملوك الفراعنة، الملوك اللي كل العالم بيتحدث عنهم، يمكن الحضارة الوحيدة اللي لها تدرس على مستوى العالم باسم بلدها وهي الإيجيبتولوجي، هي الحضارة المصرية القديمة بتدرس في جميع جامعات العالم من فخامة وعراقة هذا التاريخ. 18 ملك وفرعون مروا اليوم في شوارع القاهرة، أربع ملكات عندما كان لا يعرف العالم المرأة إلا الضعيفة المستعبدة يعني المستغلة، اليوم شاهدوا أربع ملكات مصريات هزوا العالم في وقتهم بهذه الحضارة العريقة. مصر الحضارة اليوم الأبناء أيضا أبهروا العالم كما أبهر الأجداد العالم. الأحفاد اليوم كانوا بمثابة الأجداد، طول عمرنا بنقول إن إحنا أصحاب حضارات 7000 عام، إحنا الجيل الأضعف، إحنا اللي يمكن بنسيء لحضارة الفراعنة، لكن في هذا التوقيت وفي عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي نحن كمان بنضيف لحضارة مصر. فكرة المتحف القومي، متحف الحضارة الجديد الموجود بالفسطاط اللي شفته النهارده بيجسد ويجلد فكرة إن أنت كأنك رحت وادي الملوك، مكان معمول بالظبط للمومياوات اللي وصلت المتحف اليوم بنفس الحضارة ونفس طريقة وادي الملوك، وكأنك في المقبرة الرئيسية أو الحقيقية. إنك تزور مكان واحد فقط ويكون فيه كل العظمة دي اللي هنتكلم عنها النهاردة، عندي حلقة كلها تقريبا عن احتفال اليوم واللي احتفى به العالم كله واللي شاهده العالم كله. 400 قناة موجودة بتنقل للعالم كله هذه الحضارة. دعاية مفيش أحسن من كده. قبل ما يهمني من الدعاية السياحية أو الدعاية السياسية، هي الاستقرار الموجود داخل مصر اللي بتنعم به بشكل خاص جدا دونا عن باقي الدول المنطقة. البلد الوحيد المستقر، وده مش كلامي، ده بإحصاءات وبكل الدراسات، مصر البلد الوحيد المستقر في الجوار الآن. فخلونا نحتفي ونحتفل وننبسط ونفخر بهذا التاريخ، وأيضا بالأحفاد اللي خلدوا اليوم تاريخ أجدادهم. معاكم النهاردة حلقة كاملة عن الاحتفال بنقل المومياوات من مثواهم الأخير في المتحف المصري إلى المتحف القومي اللي افتتح السيد الرئيس اليوم. ولكن بعد الفاصل معنا كل الأخبار اللي تخص الخبر. المومياوات بنشوف بقى حضارة مصر زي ما انا قلت لحضرتك منذ ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث. طبعا كده محتاجين لقاء مطول مع حضرتك، لكن للأسف وقتي نفذ. بشكر حضرتك دكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الأثار والفنون الإسلامية والقبطية جامعة القاهرة. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. هيكون معنا ضيف آخر سينضم لينا، دكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية. مساء الخير يا دكتور. هنطلع فاصل وهنرجع نستقبل دكتور حسام. خليني مع حضرتك
حضرتكم قبل ما نستقبل الضيف الثاني والحوار الآخر نتكلم شوية عن رحلة في أعماق أقدم دولة في التاريخ، وهيكون من خلال المتحف الحضارة الوحيد في من نوعه في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط وأفريقيا. ودايما مصر حاليا بقت متفردة في العديد من الأماكن المتفردة، مصر فقط على مستوى أفريقيا على مستوى الشرق الأوسط، تختص مصر بالعديد من الأشياء اللي فقط لمصر مش لأي حتة تانية. القاعة المركزية تضم 1600 قطعة أثرية، والافتتاح عقب الرحلة الذهبية. أحد أكبر المتاحف العالمية ومساحته 33 فدان ويضم 10 قاعات. تذكرته هتكون تقريبا ب60 جنيه وللطلبة 30، يعني النصف 50% فيها تخفيض، وحتى 17 أبريل هيكون فيه معلومات جديدة. يتضمن أنشطة ثقافية وترفيهية ودار سينما ومسرح، يعني ممكن حضراتكم تعملوا رحلات أسرية وعائلية، إن أنا متأكدة كمان هيكون فيه مراعاة لكل الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا علشان حفاظا على سلامتكم وحفاظا على زائرين للمتحف القومي متحف الحضارة. هيكون في سينما، هيكون في مسرح، هيكون في أماكن كتير، يعني ممكن حضراتكم تعملوا حسابكم كده تروحوا تقضوا يوم تتفرجوا فيه على الآثار، تتنقلوا فيه ما بين السينما ما بين المطاعم ما بين الأماكن الترفيهية الموجودة. في بازارات كمان هيكون فيها عرض العديد من المجسمات أو التماثيل الصغيرة المقلدة للتماثيل الكبيرة، ولكن بشكل دقيق بشكل يليق بالمصريين وبعظمة أجدادنا في هذا التوقيت. خلينا نكمل مع حضراتكم ذكرى بعض الملوك اللي اتنقلوا النهاردة. وتحتمس الثالث ابن الابن الغير شرعي تحتمس الثاني واللي ربته حتشبسوت، وأذكى سيدة كانت في تاريخ مصر، اللي استخدمت سياسة الهجوم من أجل الدفاع واللي قدر يحط بصمته في المدارس العسكرية لحد النهاردة، ويهزم ملوك 200 مملكة في تل مجدو في الشام، وهو مؤسس فعلي للإمبراطورية المصرية. هيكون معانا هاتفيا دكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية. مساء الخير يا دكتور. اهلا فنون يا فندم، تشرفت بحضرتك وبالقناة وبالبرنامج. انا سعيدة بوجود حضرتك معانا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. خليني استفيد بوجود حضرتك رئيس وعضو عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، كيف شاهدت هذا الحدث اليوم؟ الحقيقة طبعا أنا شاهدت الحدث اليوم، وفعلا حدث مبهر لنا جميعا وحدث عالمي بصراحة، يعني بيخلينا نحب تاريخنا أكتر كمصريين ونفتخر بجدودنا من الملوك المصريين القدماء، ويعني بصراحة كان حدث في قمة الروعة، بيشاهدوا 400 قناة عالمية بيتم التصوير بهذا الشكل، ده كله يعني يدينا الفخر ان احنا وصلنا لمرحلة من التكنولوجيا والابهار والاخراج والتصوير والتنظيم وتقدير تاريخنا عالمي. يا دكتور حسام، يمكن الاهم من كل هذا العمل الفني اللي انا شفته هو تقدير حقيقي لتاريخ حقيقي. بالضبط، هو ده تاريخ ملوكنا المصريين القدماء، وبعدين دولت يعني ملوك كانوا أسرة ال 18 وال 19 وال 20، وكان في ثقل رع من الأسرة ال 17، كانوا من أقوى الفترات الزمنية في التاريخ المصري القديم، وكان مليء بأحداث كتيرة جدا. وبعدين في نقطة مهمة جدا، إن كل العالم اللي بيتابع هذا الحدث غير المصريين، الدول الأجنبية والدول العربية عارفين كويس جدا، لأن في جامعات كتيرة على مستوى العالم بتدرس التاريخ المصري. طبعا وأطفالهم في المدارس بيدرسوا عن الأهرامات وبيدرسوا عن وادي الملوك وكل ده، فده له تأثير كبير جدا على السياحة وعلى القطاع السياحي. في تاريخ عمل حضرتك في القطاع السياحي، هل في اختلاف الآن في التعامل مع الآثار والسياحة وهذا الملف يا دكتور حسام؟ أيوة طبعا في اختلاف كبير جدا جدا جدا. الفترات يعني احنا كان قبل كده كان في فترات واحنا كنا بنشتغل مرشدين سياحيين زمان، كان على طول ما قدامناش غير المتحف المصري اللي هو بنقدر نشرح فيه الآثار المصرية. دلوقتي لا، بقى فيه عندك العديد من الاختيارات.
ومتاحف ذات قيمة عالية كبيرة جدا من ناحية الـ 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 المبنى الفخم، من ناحية التكنولوجيا، من ناحية وضع القطع الأثرية في المتاحف لجذب رؤية السائح، الشرح اللي موجود، الحاجات دي، بالإضافة طبعا أن المرشدين السياحيين هم اللي هيقوموا بالشرح، ولكن التنوع، غرفة المومياوات اللي كانت في المتحف المصري تختلف اختلاف كلي وجزئي دلوقتي عن متحف الحضارة. كان كتير بينتقدها وبينتقد طريقة العرض فيها أنها تقلل من قيمة وقدر الأثار المصرية في التوقيت ده. في التوقيت ده هي كانت حسب الإمكانيات، ولكن الدولة تحت قيادة السيد الرئيس وسيد رئيس الوزراء وكذلك السيد وزير السياحة والآثار دكتور خالد العناني قامت بمجهود جامد خلال الفترة الماضية ودعم الآثار بشكل كبير جدا ودعم السياحة، وبالتالي تم فتح متاحف كتيرة، متحف مثلا في الغردقة، متحف في شرم الشيخ، متحف في كفر الشيخ، المتحف الحضارة في مدينة الفسطاط، لأن مدينة الفسطاط دي أول عاصمة كانت في مصر عاصمة إسلامية، ولكن في جنبها برضو مصر القديمة، في حصن بابليون، في الكنيسة المعلقة، في جامع عمرو بن العاص، معبد بن عزرة، كل دي أثار. يعني هيبقى في زيارات كبيرة جدا، لأن إحنا كقطاع خاص وشركات سياحة هنبتدي نضع هذا المتحف اللي هو متحف الحضارة بالمومياوات الملكية في البرامج كبرنامج أساسي للسياحة بالنسبة للأثار المصرية القديمة والحالية، وفي نفس الوقت إن هيبتدي هذا البرنامج يتخللوا المومياوات منفصلة، بعد كده كنوز توت عنخ آمون نفسه هتبقى في المتحف الكبير، المتحف المصري، فهيبقى عندنا كم من المتاحف يستطيع الزائر ان هو ياخد وقت اكتر. هنا السياحة الثقافية هتاخد منحة اخر الفترة القادمة، هتاخد منحة اخر. وبعدين الحدث اللي حصل النهاردة ده تنشيط كبير جدا في كذا مكان، في كذا ناحيه، لانه بينقل صوره ايجابيه كبيره. الصوره الايجابيه اللي نقلها اولا الامن والامان في مصر، طبعا الاجراءات الاحترازيه اللي واخدها مصر، وجود امين منظمه الصحه العالميه، وجود ناس من اليونسكو، ده كله في ظل هذا التصوير وهذا الابهار للعالم هيؤدي الى ان ذهن السايح او ذهن المشاهد انطباع ايجابي، هذا المنظر انطباع ايجابي كبير، لان مصر بشهاده منظمه الصحه العالميه ومنظمه الصحه العالميه من الدول الامنه اللي هي بيجيلها السياح. حسام، لو طلبت من حضرتك جمله اخيره نختم بها هذا الحوار، توجهها لمن وعن ماذا؟ هوجهها اولا للقياده السياسيه والشعب المصري والمصريين كلهم ولتاريخنا القديم وملوكنا المصريين، وهقول طبعا تحيا مصر، تحيا مصر 1000 ولا 100 ألف مرة، لأن إحنا النهاردة فعلا أثبتت الدولة تحت قيادة السيد الرئيس ورئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار وجميع العاملين وجميع الهيئات إن مصر قادرة على تنظيم كل حاجة بشكل عالمي. فده بنوجهها رسالة للعالم كله إن مصر بلد الأمن والأمان، ومرحب بكل السياح تحت الإجراءات الاحترازية في وجود لنا لقاء مطول. يا دكتور تعدني بلقاء مطول إن شاء الله. بشكرك جدا دكتور حسام حزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، وبشكر حضراتكم. دي كانت حلقتنا افخروا ببلدكم، نحن نفخر ان احنا احفاد لاجداد عظماء، لان احنا كمان نستحق ان احنا نكون احفادهم بما شاهدناه اليوم من التصاق القديم بالجديد بهذا العظمة المصرية. فقط هي عظمة مصرية سواء التاريخ او سواء الحاضر. كلنا هنقول النهاردة تحيا مصر، لان بالفعل كان حدث مشرف، حدث لفت نظر العالم كله إلى مصر بما تستحق مصر. أشكركم، تصبحوا على خير.